طبعا بتجيني اسئله من وين احصل هاي المستلزمات الفجاسات والادوات اللي انا بحاجه لها. انا راح اجاوب عن البلد اللي انا موجود فيه اللي هو الاردن عمان جوردن. احكي لكم الاماكن بنباع فيها هاي الادوات. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله، معكم انا اسطيف تربه الطيور والحيوانات. ما راح اطول عليكم كثير، بدي ادخل بالموضوع دايركت. موجود مستلزمات الادوات الفجاسات وخصوصا الحساسات او ميزان الحراره والرطوبه بشتى انواعه. اول مكان موجود عندنا هو مجمع العبدلي القديم العاصمه عمان، مجمع العبدلي القديم العاصمه عمان عماره الصايغ. هذا اول عنوان بتلاقي فيه بالاخص الحساسات بجميع انواعها. اما العنوان الثاني واللي هو بجوز اهم ومختص كثير بهاي الامور هي مؤسسة سامي اليزوري ببيع الفجاسات ومستلزمات جميع أنواع الطيور. يعني بتلاقي الدفايات، بتلاقي الحساسات، بتلاقي الفجاسات. أنا ما عم بعمل إعلان للمحل، بس أنا عم بدل الناس إن شاء الله يعني لوجه الله تعالى. هي سامي اليزوري موجود عنده جميع أدوات اللي بتخطر على بالكم. أما عنوانه هو برضو الأردن العاصمة، بس مش بعمان، هو في الزرقاء، تستراد عمان الزرقاء وادي الحجر مقابل بلدية الزرقاء، مقابل بلدية الزرقاء المنطقة الثانية. يعني تستراد عمان الزرقاء محلات سامي اليزوري مقابل بلدية الزرقاء المنطقة الثانية. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد. أعطيكم العافية وشكرا لكم.